أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وهذه الحلقة الجديدة من هنا سوهاج، والتي نقدمها لحضراتكم من مدينة سوهاج الجديدة. فتعالوا معنا وهنا سوهاج. نحييكم في بداية حلقة اليوم من هنا سوهاج، والتي ننقلها لحضراتكم من داخل مدينة سوهاج الجديدة بمحافظة سوهاج. يسعدني في بداية الحلقة أن ألتقي المهندسة وفاء حسن، نائب رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة. مش مهندسة، بنرحب بحضرتك في هنا سوهاج. وأنا برحب بحضرتك، منورتونا يا فندم. سوهاج الجديدة، يعني هذا المكان العمراني الجديد دائما كده بيفكرنا أنه فيه أمل لبكرة. دايما لما بنيجي نصور هنا في سوهاج الجديدة بنقول لا، بلادنا بخير والخير جاي بإذن الله. احنا النهاردة جايين ننقل للسادة المشاهدين الحاجات والتعب والمجهود والمشروعات اللي بتتعبوا وبتعملوها هنا علشان تعملوا لنا مجتمع عمراني جديد متكامل، متكامل من كل حاجة، المرافق، المساحات الخضراء. احنا النهاردة عاوزين نتكلم عن المساحات الخضراء داخل مدينة سوهاج الجديدة. نتكلم الأول عن المنطقة اللي احنا فيها حضرتك، يا ريت تدينا وصف مفصل للمكان اللي احنا فيه. المكان اللي احنا فيه ده ميدان مدخل المنطقة الصناعية. مساحة الميدان ده 6 فدان. حاليا بنزرع فيه، بدأنا زراعته من حوالي شهرين، بدأنا بالنجيلة والحديات هنا وبعد كده بنكمل لقدام. بخصوص طبعا الزراعة في مدينة سوهاج الجديدة، احنا زرعنا حوالي 45 فدان حدائق، 45 متر مسطح فدان حدائق، على مستوى المدينة بشمهندس، على مستوى المدينة وزرعين طبعا محاور رئيسية و 45 فدان. دول اكيد مقسمين في مناطق محددة طبعا، ولا كلهم في مكان واحد؟ مقسمين في حديقة مساحة 20 فدان، وحديقة مساحة 5 فدان، وحديقة مساحة 11 فدان، وحديقة مساحة 5 فدان، وحديقة تانية اللي هي عند المدخل كنا عندها مساحتها 5 فدان. دي مسطحات الحدائق الموجودة بخلاف المحاور الرئيسية والطرق طبعا والجزر والميادين، دي بخلافهم، ده الحدائق المسطحة على بعض ومزروع، لكن خلاف الميادين نفسها كلها مزروعة شجر. بتزرعوا كمان في الميادين غير المساحات الخضراء زي الحدائق والمتنزهات، مظبوط؟ الميادين والجزر، والجزر الرئيسية بتزرع نجيلة، بتزرع نخل، بتزرع شجر. حاليا دلوقتي في توجهات ان احنا نزرع اشجار مظلة طبعا عشان الشمس وكده وعشان التنمية المستدامة، وشغالين حاليا طبعا في زراعة ذاتي في مناطق ابن بيتك والاسكان عمارات 138 عمارة و21 عمارة. عندنا في شتلات مشتلينها في المشتل وبناخد منها وبنزرع بالعمال بتاعتنا. وطرحين حاليا عمليات زراعة ثانية جديدة للمحاور الرئيسية، طرحين على جانبين طريق المطار، طرحين 9 كيلو 6 كيلو مش اوريدي مطروح، لا ده هو بيتنفس حاليا، الطريق والطول 9 كيلو 6 كيلو ده مطروح، ده بيتنفس حاليا. مهم وضروري انه الطرق المادية للمناطق المجتمعية العمرانية الجديدة دي عشان طبيعة الجو اللي فيها ودرجة الحرارة والمنطقة الصحراوية، ضروري انه يكون في تشجير طبعا ده المتنفس الشجر يعني ما هو ده اللي بيميز المدن الجديدة للزراعة، الزراعة والتنسيق والطرق. حاليا طول طريقين في التوسعات الجنوبية، احنا خلصنا المدينة هنا وحاليا بنزرع داخلي يعني في الأماكن اللي هي الخضرة الداخلية بنزرع فيها دلوقتي في المدينة الكتلة الأولى. في التوسعات في طريقين كبار يتنفذوا أسفلت اللي هم 9 كيلو، طريق بطول 9 كيلو وطريق بطول 6 كيلو حاليا بنزرع فيهم، يعني خلصنا تنسيق موقع بردورة وكده وهنبدأ بعد كده نجيلة وشجر. ميدان المنطقة الصناعية اللي احنا واقفين فيه ده يا باشمهندسة، قلت لي 6 فدان تقريبا، مظبوط؟ مساحة كبيرة ولا متناسبة مع المكان لا مساحة كبيرة، مساحة كبيرة طبعا. الميدان هو فيه لاند مارك، هو بيرمز للمنطقة الصناعية، فيه ترس بيرمز للمنطقة الصناعية، الميدان مدخل المنطقة الصناعية اللي هو الشعار بتاع المنطقة ده تقريبا مفتاح ده أو حاجة زي كده، مفتاح وفيه 3 تروس مفتاح وفيه 3 تروس
في طبعا في نفس الطريق دوت في بفر قدام العمارات، عرض البفر ده حوالي 35 متر، عملناه تنسيق يعني شغل بوردورات وينتر بلوك، وحاليا زرعنا شجر ونجيله هنصور عليه دلوقتي، ده من العمليات اللي جاريه معانا. في عندنا بفر في المنطقه قدام محطه المعالجه بعرض 90 متر بطوله 500 متر، ده حاليا برضو الشركه بتنفذ فيه حاليا في عمليه التسويات وهننزله الزراعه. في طبعا احنا شغالين خطه الزراعه دي شغاله، وكمان دلوقتي بقت اسرع ليه؟ عشان نستوعب ميه الري اللي هي ناتجه من محطه المعالجه الثلاثيه نستفيد بيها بدل ما مش عارفين نوديها فين. صح، بدل ما تكون موارد مهدره ممكن احنا نستغل الميه بتاعه المحطه، وهي بدات دخلت الخدمه المحطه. دخلت الخدمه المحطه، اكيد في انتاج بعد ان شاء الله من يعني زي ما حضرتك بتقولي الميه من المعالجه الثلاثيه تستغلوها في الزراعه. ايوه طبعا طبعا، احنا محتاجين كل يوم 1000 متر مكعب لحاليا المزروعات الموجوده، عايزين 1000 متر مكعب في اليوم ميه. طالع من سوهاج الام او سوهاج القديمه وجاي سوهاج الجديده بنلاقي زراعه، لو عددنا انواع الحاجات اللي بتزرعوها مثلا النخيل، اشجار، ايه انواع الاشجار، النجيله، يعني نعدد كده للساده المشاهدين ايه انواع الاشجار اللي احنا موجوده هنا داخل المدينه. الاشجار اللي بنزرعها هنا يا اما نخيل عادي، النخيل بالشرطه، يا اما نخيل بقى النخيل ده بيكون على الطرق السريعه. على الطرق السريعه تمام. يا اما بنزرع شجر اسمه بنسيانا، وفي زنزلخت ده بدانا فيه جديد لسه مدخلينه في المدينه. بنسيانا بدا عندنا من قبل كده واشتغلت حلو جدا. في تيكوما دي شجيرات، شجيرات تكون في جهنميه اللي بتعمل ورد لونه فوشيا واحمر واصفر وابيض. مع الربيع تبقى حاجه جميله خالص طبعا، كانك داخله متحف. التيكوما كمان ميزتها ان هي مزهره، يعني لما تعطشها تدي زهره زياده. في طبعا الكينو كاربس ده الشجر اللي هو بيكبر بسرعه خالص، ده تلاقيه كتير برده موجود في المدينه. في فيكس، بس فيكس مش كتير يعني، واحنا مكترين بس من كينو كاربس. بس الفتره اللي جايه التوجهات ان احنا نزرع اللي هي حاجه الشجره زي بونسيانا. بونسيانا دي بتعمل زي المظله كده، امبريلا. باشمهندس ما فيش كده شجره ليمون، برتقاله، موزه، الواحد كده مثلا هو ماشي يعطش يلاقي له حاجه كده. هو كان الاشجار المثمره ما فكرتوش فيها؟ هو كانت توجهات قبل كده ان احنا ما نزرعش اشجار مثمره يعني، بس الفتره اللي جايه هيبقى في زيتون وحاجات زي كده، في تعليمات جد كده ان احنا نزرع يعني منه يضلل على الناس ويعطي ضله ويبقى فيه ثمره او يبقى حتى فيه انتاج، يعني مش تحت شرط انه حد ياكل، بس على الاقل يبقى فيه انتاج. يبقى فيه انتاج. هو بالفعل احنا زارعين النخيل ده في بلح، النخيل اللي هو على طول يعتبر طريق المطار بطول 7 كيلو ده مزروع نخيل. تمام. والمدخل وطارح جايب بلح. وجايب بلح يعني حوالي 8 كيلو ده جايب بلح كله. تمام. كله ده جايب بلح. الانتاج ده فين يا باشمهندس؟ والله هو انتاج ما بنلاقيهوش يعني. فين؟ كل اللي ماشي والمعدي بياخد برضه خير، بياكل من خير مصر. ايوه طبعا طبعا. النجيله اللي احنا واقفين عليها دي بتزرعوها ولا بتجيبوها جاهزه؟ بصي النجيله دي بتيجي بنعمل عمليه تسويات الاول، بنجيب الرمله تحتها بسمك 10 سم طبقا للمواصفات اللي بتبقى موجوده. والنجيل ده اسمه نجيل بسبلم، اسمه كده بسبليوم. بس بليوم بس بليوم. بيجي زي رولات كده وبيتفرد على الـ على الـ على الرمل، وبعد كده بيتروي وبعد كده بيخضر على طول. تمام. في حاجات زي الاوفوربيا دي نوع من انواع ده. يمكن الكاميرا معانا لو تقدر تجيب الشجره اللي احنا بنتكلم عنها اللي هي ديت. دي فيها شوكه، دي نوع من انواع الصبارات دي. نوع من انواع الصبارات. في حديات زي مزهرة كمان يعني بتطلع وردة، ده لسه دي بتفرش كتير. يعني هتعلى كده مثلا في السمك ده في حدود كده 50 سم بتعلى وبتفرش من الجنب. بس الشوك ده ما بيعوقش المواطنين ولا الزوار هنا ولا ايه؟ لا مش بيعوق. مش بيعوق. تمام. مش بيعوق. اشمعنى النوع ده بالتحديد اللي انتم مثلا زرعتوه هنا حوالين هو اصلي بينفع معانا هنا في الاجواء الحاره بتاعتنا. مناسبه لطبيعه الجو اللي هنا في المدينه. وفي جهنميات هتلاقي هناك، جهنميه دي هي لسه طبعا عشان لسه مزروعه، هتلاقي الورده بتاعتها صغيره. تمام. في نوع من انواع الزهور تاني، حاجه اسمها لانتانا، لانتانا ليموني، لانتانا مدات،
وبنزرع كمان نوع تاني اسمه اللي هو لونه بنفسجي ده، انا نسيت اسمه هجيبه دلوقتي. على كل المناطق الخضراء هنا داخل مدينة سوهاج الجديدة اكيد عاملين متنزهات للمواطنين او حدائق تفتحوها مواعيدها واسعارها ازاي؟ الحدائق طبعا في حدائق مفتوحه في حدائق مغلقه. مفتوحه 24 ساعة؟ اه 24 ساعة تمام. يعني مفتوح. السكان هنا اللي قاعدين في سوهاج الجديدة او حتى الزوار يقدر يدخل اي منطقة او حديقة كده خضراء مع نفسه كده؟ اه طبعا يجيب هو واولاده ويقعدوا عادي مفيش مشكلة. تمام. في حدائق يعني حوالي بص في مفتوحة خمس كده حوالي 21 فدان متر مسطح حدائق مفتوحة. تمام. دول من اللي هو من غير اسوار يعني. تمام. اي حد من المواطنين في اي وقت عايز يجي يقعد يتنزه هو واولاده ومفيش اي مشكله. طيب بيجوا خدمه كويسه بيقدمها الجهاز المدني. لو جيت بالليل هتلاقي الموضوع ده فرق جدا، الناس كتير يعني جايب عربياتها من كتر الحر والزحمه الموجوده في في المحافظه نفسها. على الطريق الصحراوي والغربي يعني قريب يعني هنا ممكن فهتلاقي يعني كم ناس مهول. انا ببقى مبسوطه جدا بشوف الناس قاعده وعماله يعني تتنزه في المدينه، وفي كمان في طفطف شغال، الناس بتركب وتتفسح وتمشي شوارع المدينه. تمام. يعني صراحه لا الدنيا فيها جو حلو خالص بالليل. لو حضرتك جيت وشفت تلاقي الجو مختلف هنا، بس عشان احنا اجواءنا الشمس صعبه بالنهار فممكن ما تلاقيش حد موجود بالنهار، كل الناس بتخرج بالليل يعني. تمام. الميادين دي فيها كتير منها هنا في مدينه سوهاج الجديده باشمهندسه؟ يعني احنا ميدان المنطقه الصناعيه دي في كم ميدان هنا مثلا حاليا؟ يعني انا مش هقدر احصرهم لحضرتك انهم عدد كبير يعني. في حاجات لسه في التخطيط وحاجات منفذه. المنفذ دلوقتي حوالي كده حوالي خمس ميادين. خمس ميادين. نيجي سوهاج الجديده نلاقيها كلها خضراء، مش كلها طبعا، اكيد في مناطق سكنيه. ما طبعا احنا بنمشي مراحل يعني اللي بنخلصه طبعا دايما بتبدا يعني في جدول زمني مثلا. طبعا طبعا انت بتبدا بالبنيه التحتيه بتخلصها، بعد كده بتعمل الكهرباء بتعمل الاسفلت. الناس بتيجي تبني، تستنى الناس تبني الاول يعني. المحاور الرئيسيه دي حد. طب ليه ما تخططوش المناطق الخضراء الاول وبعد كده اللي عاوز يبني يبني براحته، ولا لازم يبني الاول؟ هتتبهدل. طيب هتتبهدل. ما انت دلوقتي واحد بيبني هيجيب موان هيجيب رمل وزلط وجرارات داخله وجرارات طالعه، هيبهدل الزرع ده. فاحنا حاليا اللي بنبدا بيه ايه؟ المحاور الرئيسيه اللي هي الطرق الرئيسيه دي، ما فيهاش لسه حد بيبني خالص. فدي نبدا نزرعها الاول. اول حاجه بعد ما نخلصها تنسيق موقع واناره وكله بنبدا بالزراعه. بنزرع، هتلاقي هنا كل المحاور الرئيسيه مزروعه، مفيش اخر حاجه غير المحور ده هو اللي شغالين في الخطه حاليا دلوقتي بنخلص فيه. بعد كده المناطق اللي هي اللي جوه اللي هي الاحياء دي بنخلص، استنى الناس تبني وبعد كده بنزرع. يا اما لو حاجه بعيده عن يعني لو ميدان مثلا لا نزرعه الميدان، لا في منطقه خضراء وجنبها لسه ناس بتبني وهتبهدل الدنيا لا نستنى الناس تخلص وبعد كده بننسق وبعد كده بنزرع. يعني لو عملنا مقارنه مثلا نسبه المساحات المسطحات الخضراء بالنسبه لمساحه المدينه، نقول كام نسبه المساحات الخضراء هنا داخل؟ قول 20% كده ان شاء الله. كويس. لا كويس ان شاء الله. انا شايف ان حضرتك ال 20% بالنسبه اللي تنفذ. انا مش من الناس لو نسبت المدينه بكامل مش هتطلع حاجه. لان طبعا انا خلصت عندي ل 2240 و 1560 دول هم اللي خلصوا عندي بالفعل. تمام. الناس النسبه البنائيه فيه نسبه بنائيه محترمه كده، الناس بنت نسبه وخلصت. المساحه الخضراء فيهم 20%. شايف انه النسبه دي مثلا كويسه للاهالي طبيعية. النسبه الطبيعيه نسبة اللي يقدر يتنفس فيها الاهالي اللي ساكنين هنا. وفي شجر احنا لسه زارعينه طبعا، لسه زارعينه بس لسه ما فرقش يعني. الشجره بتحتاج يعني سنتين كده عشان تبدا تفرش وتزهزه كده والناس تحس بيها يعني. تمام. بس شغالين يعني خطه حلوه. حاليا بدانا في ابن بيتك واحد خلصوا، خلصنا عمارات 138 وبنخلص مراحل من بيتك الثلاثه. كل المناطق الخضراء اللي جواها عملنا حصر بيها انا ومهندس احمد، ودي زراعه ذاتي يعني مش عمليات مطروحه بمناقصه وكده، عشان قلنا ان نساعد حاجه عندنا موجوده في المشتل نستغلها يعني. تمام. بس بنستغل ميه الري، ان الاول بنعمل شبكات الري وبعد كده بننزل بالزراعه، وبعدين المحاور الرئيسيه هي نازله منقصات يعني.
الحاجات دي بتكلف كده؟ بتكلف طبعا. بتكلف، بس الزراعه تكلفتها اقل حاجه يعني. دايما الزراعه تكلفتها بتبقى اقل من اي، اقل من الطرق، اقل من. يا ريت نقدر نحافظ عليها كمان، ويا ريت نقدر نحافظ عليها. اهم حاجه بس نغير ثقافتنا ونحاول ما نرميش اي حاجه، والناس تهتم بال. لسه كنت اقول لحضرتك رساله توجهيها او رسالتك للاهالي اللي هي يعني. انا قلت لحضرتك ان احنا عندنا 21 فدان، دي حدائق مفتوحه. طيب. ما اقولكش على كم الناس تيجي تسهر بالليل، كم الاكياس والورق المرمي، واحنا طبعا بنلف على الشركات اللي هي بتصين الزرق الزرق، لا لم ونضفه، لا كذا لا كذا، وحاطين طبعا صناديق، والناس ما بترميش في الصناديق. انا يعني انا فعلا بدعوهم ان هم يهتموا بالمدينه ويحافظوا عليها يعني. تمام. لان احنا بنتعب فيها وعايزينها في اجمل صوره اجمل شكل يعني. أعزائي المشاهدين، واستكمالا لحلقة اليوم من هنا سوهاج، وبالتحديد من داخل مدينة سوهاج الجديدة، ونحن بصحبة وبرفقة المهندس أحمد خالد إبراهيم نائب رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، لتفقد عدد من المسطحات الخضراء والمتنزهات داخل المدينة. بشمهندس بنرحب بحضرتك من جديد. أهلا وسهلا بيك، نورتونا يا جماعة. شكرا جزيلا. في أي منطقة عمرانية جديدة أول حاجة العين بتقع عليها المساحة الخضراء، أو حضرتك كلمني عن منظومة التشجير والمسطحات الخضراء هنا داخل مدينة سوهاج الجديدة. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا هنا هوت المجتمعات العمرانية عموما بتمتاز بالمساحات الخضراء اللي فيها، وهو ده اللي هيخلي اي مواطن يسيب المحافظة ويرضى ينتقل للمجتمع العمراني الجديد، لان هو ما فيش حاجة بتميزنا عن المدن والمحافظات القديمة غير هي دي. دي اكتر حاجة بتميز هيئة المجتمعات الخضراء الكبيرة. المساحات الخضراء الكبيرة شوية. طبعا. طبعا. احنا دلوقتي واقفين مثلا في حديقة. حديقة مفتوحة، خمس فدادين، لو مساحتها كبيرة بسم الله ما شاء الله، خمس فدادين. الحديقة دي في اخر تصوير كنت حضرتكم معانا منورنا، كنت في اخر تصوير كانت لسه في اعمال التسويه واللوادر والحفرات وشغاله والكلام ده هو. النهارده بص الحديقه الكاميرا يعني اكتر حاجه تقول حقيقه يعني، ما هي الصوره بتاع ده كاميرا تنقل الصوره الصوره على الواقع، على الواقع زي ما حضرتك شايف الواقع دلوقتي بايه. لا الواقع بسم الله ما شاء الله بأفضل بكثير طبعا يعني. جينا كانت تراب وكان رملة ولسه، لكن دلوقتي بسم الله ما شاء الله يعني أشجار وحضرتك اللي انت شفتوه في الآخر اللون الأخضر. اللون الأخضر ده قبليه بيبقى فيه تسويات، بيبقى فيه شبكة ري عشان خاطر المية، طبعا شبكة الري عشان نستفيد من كل نقطة مية طالعة من محطة. احنا عندنا محطة معالجة ثلاثية بناخد الميه، بس احنا هي في اشتغلت المحطه. تمام. بس احنا دلوقتي في الاختبارات يعني عشان الميه تطلع ان هو ينفع يتزرع بيها مطابقه للمواصفات اللي هي ينفع للزراعه يعني. تمام. بس فاحنا في الاختبارات دلوقتي يعني ان شاء الله، وخلال 3 4 شهور بالكثير هتبقى خلاص يعني تحت الشغل كامل يعني ان شاء الله. نقدر تستفيد بالميه المعالجه في الزرع في الزراعه في الزراعه. طيب. المنطقه اللي احنا فيها ديت حاجه بسيطه من 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 حاجات كتير في المدينه يعني. زيها في ميادين، خمس ست ميادين تم انشائهم بنفس الطريقه وبنفس المسطحات. تمام. يعني في ميدان في اول الصناعيه اتكلمت عنه الزميله ان هو 8 فدان في اول الطريق مدخل المدينه من الصحراوي الغربي برضه، بس ده لسه تحت الانشاء يعني. في مره ثانيه هنبقى يعني كل مدخل من مداخل المدينه هنا في مكان منطقه خضراء. منطقه خضراء لا تقل عن عنوان المدينه اللي داخلها. ايوه ده عنوان للمدينه، ان انت داخل مكان مش هتلاقي فيه المناطق خضراء غير هنا هو. تمام. يعني تعالى امان،
يعني اشوف احنا بعيد عن الطرق بقد ايه. غير ان احنا برضو يقدر المواطن هنا يجيب اسرته او اولاده في امان، ويعني يستنشق هواء نقي، ياخد وقته براحته مع اهله مع ناسه بعيد عن دوشة الطرق والمواصلات. مجانا مفيش مجانا. ولا حد بيلزمه بفلوس، ولا حد بيلزمه انه لازم قصاد انه يقعد يشرب، ولا الكلام ده خالص. تمام. دي حديقة للمواطن بس. تمام. والاسرة دي حاجة. الحاجة التانية، احنا برضو من ضمن الحاجات اللي مهتمين بيها بالزراعة، احنا المدينة بتبتدي من اول جامعة سوهاج الواجهة بتاعتها لغاية اول المطار، وده تقريبا 8 كيلو. الثمانية كيلو دول احنا بالفعل شغالين فيهم دلوقتي، مش حاجة بتطرح ولا كده، ده شغالين فيهم بطول 8 كيلو بعرض يتراوح من 30 ل 50 متر حسب على الجانبين. لا، على المدينة. ناحية مدخل المدينة. ناحية مداخل المدينة كلها. العرض بيتراوح من 30 ل 50 متر حسب المنطقة اللي احنا شغالين فيها. دول بنطرح فيهم شبكة ري شغالة، وبنعمل شبكة فرعية، بنطرح فيهم زراعة مسطحات خضراء نجيلة، بنطرح فيهم أشجار، بنطرح فيهم شجيرات، بنطرح فيهم مسارات دراجات عشان توجيهات الدولة دلوقتي كلها عشان الطاقة وتخفيف الطاقة والكلام ده، فبنعمل مسارات للدراجات في طول 8 كيلو إن شاء الله. مداخل الطرق الرئيسية مثلا، أنا وجاي من سوهاج، أو أنا وطالع على المطار، أو أنا واصل الطريق الصحراوي الغربي، الطرق الرئيسية اللي هي تربط المدينة بالمحافظة وبالصحراوي الغربي أو بالمطار، دي أنتوا انتهيتوا من تشجيره بالنخيل ولا دي كلها بالكامل انتهينا منها؟ تمام. بالكامل. زراعة نخيل وأشجار ونجيله يعني ونخيل. ودلوقتي احنا اتجاه ان دلوقتي نزرع شجر بيدي ظل وبيحافظ على البيئه، يعني اللي هو زي شجر البونسيانا، زي شجر الزنزلخت، برضو بنزرع اللي هو الشجرات الصغيره، بنعملها كده كحديات تحافظ على المكان. يعني احنا دلوقتي في كل انواع الشجر داخلين، وفي كل انواع الزهور. ما فكرتوش تعملوا سور للحدائق العامه اللي هنا، ولا كده افضل مفتوحه افضل؟ لا، مفتوحه للجمهور افضل. يعني مفتوحه افضل، السور بيحجم الدنيا، بيخلي المواطن حتى هو داخل خايف، هل دي بفلوس ولا مش بفلوس الكلام، لكن هي كده للكل. انت بتيجي بتقول له لا، الدنيا مفتوحه قدامك. ايوه، تعال براحتك. تمام خالص يا باشمهندس. خطط استراتيجيه تاني مثلا فيه ان شاء الله في المستقبل القريب نكون حتى تعملوا مثلا مساحات خضراء تاني، حدائق متنزهات، ولا المدينه كده تشبعت واكتفت من احنا زي ما قلت لحضرتك، احنا المدينه هنا هو خطه التشجير فيها تقريبا واضحه وكامله. في اللي اتعمل زي اللي واقفين عليه، وفي اللي شغالين فيه زي عمارات اسكان اجتماعي. دي لسه ما لا، ده شجرنا فيها. دخلنا فيها شجر بونسيانا وزنزلخت. تمام. حضرتك في التوسعات الجنوبيه للمدينه، التوسعات دي بقى هي اللي شغالين في خطتها دلوقتي. في طريق 9 كيلو مطروح كله شجر بونسيانا وزنزلخت، 9 كيلو كلهم شجر. تمام. وغير منطقه الاسكان الاجتماعي اللي احنا فيها دي، داخله طبق زي ما قلنا لحضرتك ان هي طبقا للعماره الخضراء، فدي برضو نازله كلها بتنسيق موقعها بمناطقها الخضراء وكل حاجتها. We'll be right back.
أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة، على أمل أن يتجدد بنا اللقاء في حلقة جديدة قادمة، وهنا سهاج.